احنا بنهنئ المحافظ الجديد على المنصب، ولازم يعتبر المنصب ده مش تشريف ليه، ده تكليف. محافظ الاسكندرية لابد انه ما يعتبرش نفسه محافظ الكورنيش بس. الاسكندرية فيها شوارع طرق، طريق دولي وطريق السريع وطريق الزراعي محتاج انارة، الطرق كلها متهالكة، حتى في وسط البلد عندنا بعض الاماكن ما فيش صيانة. اتمنى ان هو يهتم شوية بالنظافة في الشوارع ويهتم بالمباني المخالفة، يعني ينزلوا حملات ازالة وحملات كده يعني. محتاجين المحافظ الجديد اللي هو ينزل لنا في الاسعار دي، ان الناس مش عارفة تعمل ايه، العيشة غالية، ويكون في رقابة جامدة، ان مفيش خالص رقابه. محتاجين نتكلم عن المستشفيات العامه اللي هي الحكوميه قبل المستشفى الخاصه، اللي هي يحصل فيها تطوير، زياده دكاتره، المعدات الناقصه، الكلام ده. ومحتاجين برضو نتكلم عن موضوع الزباله اللي موجوده قدام مدارس الاطفال، زي مثلا فرص التيم برضو فيه قدامها زباله كتير، الريحه تدخل الاطفال جوه. الصرف اللي المفروض كان قال ان هو هيظبطوه في اسكندريه تقريبا زي ما هو، مفيش حاجه اتظبطت زي ما قالوا السنه اللي فاتت. طبعا اسكندريه تقريبا ثلاث ارباعها غرق السنه اللي فاتت بسبب نفس المشكله ديت. احنا محتاجين المحافظ الجديد نهتم شويه بالنظافه في اسكندريه، مساله المواصلات، المرور زحمه جدا، يحاول يوفر اكبر عدد من الكباري، عدد يزيد شويه من موضوع الامن في الشوارع. موضوع الشاطئ بيبقى فيه ناس كثيره قوي ماسكه الشاطئ، بتبقاش ليها اي دعوه اصلا بالشغل ده، وشويه شباب كده يعني بيجي يقفوا بيحتلوا الشاطئ وهو ده بس شغلهم، ما بيعملوش حاجه تانية. فيعني لو الموضوع ده اهتمينا بيه هيبقى موضوع كويس جدا.